هذا يقول إن الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتاب الأذكار إن القنوت في صلاة الفجر في حديث صحيح. لا، الحديث ما هو صحيح. حديث إن الرسول قنت في وقت النوازل هذا صحيح، أما أنه يقنت في الفجر في غير النوازل فيه حديث لكنه ما هو صحيح، تكلم عليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد ما هو صحيح، ولكن أخذ به بعض الأئمة، أخذ به بعض الأئمة فيرون أن القنوت في الفجر مستدام في النوازل وغيرها، وهذا قول مرجوح لأن الحديث ضعيف الوارد فيه.